جليلة السيد أمين بحرانية مكثت في معتقلات آل خليفة الرهيبة قرابة العام الكامل، لا لذنب اقترفت سوى ممارستها لحقها في حرية التعبير. وهي واحدة من نساء عدة أقدمت السلطات على اعتقالهن وتعذيبهن. ففي فجر يوم الثلاثاء 10 فبراير من العام الماضي، ومع حلول الذكرى 4 لاندلاع ثورة 14 فبراير، حصرت أعداد كبيرة من مرتزقة آل خليفة منزل جليل السيد أمين جواد شبر بمنطقة السهلة الجنوبية لتعتقلها قبل أن تعبث بمحتويات المنزل وتصادر أجهزة الحواسيب والهواتف النقالة. تقارير حقوقية أكدت على تعذيبها وتعرضها إلى سوء المعاملة التي أدت بها إلى حالة من الإغماء نقلت على أثرها إلى العيادة الصحية للداخلية. السلطات أفرجت عنها يوم الأحد 31 من شهر يناير 2015، بعد أن حددت 21 من شهر فبراير موعدا لمحاكمتها بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. حالة جليل السيد تكشف عن سياسات سلطات آل خليفة القمعية بحق البحرانيين، والتي لا تستثني رجلا ولا طفلا ولا امرأة، سياسات لا تكشف إلا عن انسلاخ آل خليفة وتجردهم من كافة القيم الإنسانية والإسلامية والعربية التي يتبجحون بالسير على هداها. وهي تعزز كذلك من إصرار البحرانيين على المفاصلة مع هذا النظام وعلى استمرار الثورة وحتى إسقاطه ورميه في مزبلة التاريخ.